تكون ضربوها له. السلام عليكم خويا. السيد كان جاي ببيكالا، راجل كبير شويه، كان جاي من هاد الجهه والرموك جاي طالع من هاد الجهه. الراجل ما بانش لي، واش ما بانش لي الرموك، واش ما واش قال راه بعيد عليا ولا المهم. باش جاي باش داير هذاك مو بيكالا، ما وقف ما نقص ما حتى شي حاجه، مو الرموك حتى هو ما شافوش، ومسكين داز ليه على راسه تخشى ليه تحت الرموك، ومرموك ما شافوش، مرموك بقى غادي راه تبعوها غير عباد الله. توقفوا عباد الله، قال لهم مالكم شنو كاين؟ قالوا لي راه وقف راك ضربتي واحد. السيد ني نزل باقى لحد الان بيكالا لاصقه ليه في الرموك، يعني كون ما تبعوش الناس غيبقى غادي. وبجوجهم ضحيات، لا مرموك لا السيد هذا، والسيد راجل كبير مسكين شويه. شنو وقعت الوقيعه؟ شي تقريبا شي ساعة دابا، تقريبا شي ساعة دابا هي باش وقعت. وبالنسبه يعني الراجل شحال العمر ديالو؟ راجل كبير شويه، يكون تقريبا واصل للستينات، راجل كبير شويه، وكان غادي بيكالا، وبيكالا راه لحد الان باقى لاصقه في الرموك، والله الا باقى لاصقه لتحت. واخا شفت انت الواقعه هذه شفتها بعينيك يعني؟ انا اللقطه انا بان لي اللقطه، انا جاي من هنايا حتى انا شيفور، جاي بكاميو من هنا، بان لي الرموك جاي طالع، ولكن بيكالا ما شفتوش، بان لي واحد اللحظه صافي بحال تقال هنا شويه، انا قلت راه واقيلا مع الطريق. حتى كيبان لي الناس هربوا من ديك الجهه، كنديرها كيبان لي السيد صافي مدلي تمايا. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.